في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. اشتباكات وقصف متبادل بين الفصائل المقاتلة وقوات سلطة الأسد على محاور فليفل والحلوبة جنوبية إدلب إثر محاولة الأخيرة التقدم على المنطقة وفق مراسل حلب اليوم. صحيفة تشرين الموالية تقول إن زيادة نسبة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا خلال شهر رمضان لم تسهم في استقرار الأسعار المرتفعة بالأسواق. مجلس حقوق الإنسان يمدد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا عاماً إضافياً بعد تصويت الأعضاء فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت بينها الإمارات والسودان، في حين رفضت 5 دول تمديد الآلية بينها الجزائر والصين. الائتلاف الوطني السوري يطالب الدول العربية والمجتمع الدولي بعدم التطبيع مع سلطة الأسد والعمل الجاد على محاسبته وتحقيق الانتقال السياسي المنصوص عليه. سفارة سلطة الأسد في الإمارات تعلن التوقف عن استقبال طلبات منح جوازات السفر وفق الدور المستعجل باستثناء حالات المرض المزمن المثبت بتقارير صحية حديثة، وأن طلبات جوازات السفر وفق النظام العادي مستمرة. في اليوم الدولي للتوعية بالألغام، الدفاع المدني السوري يؤكد التزامه في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً.